تكون هي، وإن كانت هي تبقى جاية منين ورايحة فين وليه؟ يا مثبت العقل يا رب. ما تقول يا عم، ولا يكونش الرمل جه لغاية عندي ونخارس. ما تقوليش كده، أحسن الرمل بياخد بالفال. اتأدب في حضرة النجوم ولا قوم. قوموا كلكم، قوموا كلكم، اقعدوا بعيد لوحدكم وسيبوني، سيبوني مع الست التعبانة حيرانة الشقيانة. شوف لها طالع يمكن تنشفي من المواجع. كسرت بخاطرهم ليه؟ طول عمرك طيبة وبنت ناس ومؤدبة، تكونش عارفني. هو في حد ما يعرفش نفسه؟ طب أنا مين ومنين وعلى فين؟ اسمك نور كلدي، من بلاد الغور، من بعيد، من ورا بلاد. ده صحيح يا عم؟ فارق حبيبك من سنين، ومن يومها لا دقتي ولا داء طعم الهنا. وراح على فين؟ راح ما راحش، لسه موجود وعايش. وهقابله يا ترى؟ مش بعيد، كل شيء بمعاد، كل شيء بأوان. ابو سيدك دلني عليه. ده ايه بقى؟ جوزك. هو جوزك هركماس. جوزي هركماس وابني. ابنك؟ دلني عليه، اعمل معروف. اهدي اهدي شويه، وفي مكان تاني هنكمل الكلام عن جوزك وابنك. كل ده ما يخليكش تفقد الامل يا طمان. الامل مش كفايه، انت ناسيه ان المساله عاوزه اموال. ايه مفيش اموال كمان؟ العساكر عاوزين مرتباتهم، والمبايع عايزه مصاريف، والخزاين فاضيه يا شهددار. فاضيه ليه؟ راحت فين الاموال؟ الله يرحمه بقى خد كل حاجه معاه، حتى اللواء السلطاني والتاج والخاتم وبدله التشريفه. ده ما خلاش حاجه شهددار. نعم. لو تساليني عن رايي افضل اني اسيب السلطنه ومفيش داعي. ما تكملش. مش انت اللي تقول كده يا طمان، انت طول عمرك راجل، والشده هي اللي تبين حقيقه الرجاله. دي مسؤوليه كبيره يا شهددار، وانت اكبر منها. ما بقاش جديره حبك ان ما كنتش تتحمل المسؤوليه وانت مقتنع بان ده واجبك. حتى لو مت كده واكتر من كده يا طمان، حتى لو ذبحوني انا وبنتك الصغيره نوركلجي، ارجوك ما تزعلش علينا واهتم بالقضيه الكبيره. في قضيه اكبر من دي؟ طبعا يا طمان، في قضيه اكبر واكبر، قضية بلدنا، قضية شرفنا وكرامتنا. منتظرة مني ايه بعد الكلام ده؟ مفيش الا حاجة واحدة. ايه هي؟ اتحمل امانة السلطنة واكون مستعد للموت عشان بلدي تعيش. أنا معايا تفويض من جميع رجال العلم بمبايعة الأمير طومان سلطانا للبلاد. مولانا الشيخ سليمان، جميع رجال الطرق الصوفية حملوني أمانة مبايعة الأمير طومان سلطانا للبلاد. وأنا
ببلغ مجلسكم الموقر بمبيعة جميع الأمراء وقادة العسكر لجناب الأمير طومان سلطان للبلاد. وإحنا بقى أولاد البلد، وطومان واحد مننا، وهنحط إيدينا في إيديه ومستعدين لكل اللي يقوله ويؤمر بيه لغاية ما ناخد بطار بلدنا. سنجق ذهب قدم توقيعات مبايعات جناب الأمير طومان. يعيش مولانا السلطان طومان باي. 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 مولانا السلطان الأشرف طومان باي. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. رب ضارة نافعة، وزي ما علمني أستاذي قد يخلق الله الخير من الشر. وإني أشكركم على هذه المبايعة، وأسأل الله أن يعينني حتى أكون جديراً بحمل هذه المسؤولية الكبيرة في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى وحدة الصف ووحدة الرأي. والسلام عليكم ورحمة الله. يعيش مولانا السلطان طومان باي. 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 أنا يكفيني إن رأيتي ترفرف على الشام، وبالمناسبة أنا قررت إن أمير الشام يكون تيمور. ده شرف كبير يا مولاي. مش أكبر من المساعدة اللي قدمتها لنا يا تيمور. وبلاش مصر يا مولاي. يا أخي أنت كمان، مصر دي بيني وبينها صحراء واسعة وطريق مليان بالأهوال. ده احنا جيشنا في بلبيس يا مولاي، ولو أمرت عظمتك هنكون في القلعة. وطومان ده أمره هين، وتأكد يا مولاي إنه حيقع من طوله لو عرف انه هيقابل جيش فيه خوش قدم وخادمك المطيع تيمور. خلاص شدوا حيلكم، وفي الحالة دي تبقى انت يا تيمور امير على مصر، وخوش قدم ياخد مكانك امير على الشام. بس في حاجة بدي اطمن عليها. اتفضل يا مولاي. ايه اخبار الامير الغزالي؟ مطمئنة يا مولاي، اتفقنا معاه على انه يقود جيش مصر عشان يسهل لجيشنا امور كتير بقيادته. قصدك بخيانته؟ انا مش مطمن للغزالي. يا عظمة السلطان، انا نقلت لك بصدق كل اللي حصل في اجتماع الامراء. الحقيقة هم اظهروا كل الحب والتأييد لعظمتك، بس هم متمسكين بقيادة الغزالي لخط الدفاع الاول عند غزة. والله انا بقول لك، ما تقول حاجه يا قبر. الحقيقه يا مولاي انا ما بشكش لحظه واحده في صدق مشوره الامراء والشيخ سليمان، علشان كده بقول ان عظمتك تعتمد على الله وتعيد الغزالي للجيش علشان ما نخسرش الامراء. هقول لكم ايه اللي تشوفوه، بس ليه رجاء يا شيخ سليمان. عظمتك تؤمر. انت طبعا معايا في ان افدح هزيمة هي اللي بتيجي من جوانا من داخلنا. دي حقيقة. والله يرحم اللي قال، وما الخوف الا ما تخوفه الفتى
وما الأمن إلا ما رآه الفتى أمنا. عشان كده بطلب إنكم تأمنوا جبهة الناس في الشارع، في الحارة، في البيت، في السوق وفي الغيط وفي المصنع وفي الجامع وفي كل حتة. في كل حتة. اقطعوا الطريق على الروم اللي عدوا الحدود متنكرين ومالوا البلد أخبار كذب مخلية الناس عايشة في رعب. قال على رأي المثل، قال يا جوحة مرات أبوك بتحبك، قال لازم تجنني. ده كلام كبير قوي يا بتعة. لا كبير ولا حاجة. لا ما هو لازم أفهم. هات المعلوم وأنا حفظك وفهمك. والله يا بتعة شر البلية ما يضحك. ما فيش بلية ولا حاجة إن شاء الله، ما دام بنشغل مخنا وبنفهم. فهميه علشان يسكت. قول لي يا جاب. نعمي. هي الحداية بترمي كتاكيت. حلو. دي الحكاية اتعقدت قوي. وطول بالك علشان نفهم يا جاب. قولي يا بتعة. ما دام الحدايه ما بترميش كتاكيت يبقى بالمفهوميه كده، ما تنتظرش من العدو يبعت لك اخبار تسر القلب، ولا ايه يا عم الشيخ؟ مظبوط. دي اقاويل واراجيف واشاعات. بتقول ايه؟ ايه ما انت سامعني بقول لك ابني اسمه طومان باي. ابني اسمه طومان باي. سابني من سنين طويلة ومن يومها لا شفته ولا شافني. سنين طويلة وانا ماشية من بلاد الله لخلق الله، مقطوعة لوحدي بدور عليه. ولاد الحلال قالوا لي انه بقى نايب السلطان في مصر. حكمتك يا رب، حكمتك يا رب. لعدو حبيب تحت سقف واحد، ممكن معقول؟ لو تدلني عليه. بقولك ايه يا ست نور كلب، قول ربنا يطمن قلبك. لو سمحتي لي اكون من النهارده معاكي على طول لغايه ما ربنا يفرجها ونلاقي حبايبك، جوزك اركماس وابني، وابنك طومان باي. انت هتتعب عشاني قوي. ولا يهمك، ده اصله دين، دين عليا للامير طومان. اصل هو يعني صاحبي. وهنسافر مصر امتى؟ مع البدر ان اذن الكريم. كان لازم ده يحصل. ربنا معاك يا عظمة السلطان. عرفتي بقى ان السلطنة تكليف مش تشريف يا شهد دار؟ ومين قالك ان ده رأيي؟ انا عارفة ان السلطنة تضحيات وتعب وسهر ومعارك وانتصار. حتى لو كان الموت هو تمن النصر؟ بالعكس، في الحالة دي الموت هو تمن الحياة. كلامك بيخليني أستهين بأسوأ الفروض. أنت بتحبني وبتحب نوركالجي بنتنا الصغيرة. وعشانكم بحب الحياة وخايف لها تموت. احتمال كبير. أنت مؤمن بموقفك؟ إيماني بربي. وربنا بيؤمر بإيه في حالة زي حالة بلدنا دلوقتي؟ بيؤمر بالجهاد. خلاص يبقى لازم تجاهد يا عظمة السلطان، ما تحملش همنا، ربنا حينصرك إن شاء الله. ده رأيك يا عظمة السلطانة؟ دي بلدنا يا حبيبي ولازم ندافع عنها. دلوقتي أقدر أدخل المعركة وأنا مطمن. وأحب أقولك إن ده كمان رأيي، بس أنا كنت إيه؟ تأكد إننا ما نقلش عنك حب البلدنا. وعشان تعيش بلدنا وتعيش يا شهد دار وتعيش نور كلدي
وأهل بلدنا كلهم لازم أخرج. الله يرحمه أستاذي كان دايما يقول المحارب اللي بيدافع في قضية حقه مكسبه عظيم لو انتصر، وأعظم لو نال شرف الشهادة. طومان يقول زي ما يعجبه، واحنا هنعمل زي ما يعجبنا طبعا. بتقول هنعمل يا شهاب؟ احنا عملنا وخلاص، وانت نايم في العسل نوم. يظهر ان انا اخر من يعلم. ابدا، انت لك وزنك في المعركة. امال اطمن، المسألة وما فيها اننا اتفقنا ان عظمة مولانا السلطان سليم هو اللي بلغك الخطة بنفسه. وخطتنا بسيطة وسهلة وواضحة ومضمونة النتيجة. ممكن عظمتك تعرفها لي؟ قل لي الأول. اتفضل. احنا انتصرنا في معركتنا الأولانية بفضل ايه؟ حسن قيادة عظمتك و... وفر الكلام ده كله وخليك واقعي، وقول اننا انتصرنا بفضل خيانة خاين ابن ملباي. ده صحيح. يعني الخيانة لعب الدور. ايوه، بس مش كل مرة. ايه، خايف لنستغل تيمور بعد ما انكشف امره؟ ما تخافش، لقينا خاين تاني. مين؟ الامير الغزالي. افتكر ما نقدرش نقول حاجة بعد طومان ما ولاه قيادة جيش المعركة. والاتفاق بسيط خالص، يوصل بجيشه لغاية غزة ويرجع على طول، ويشيح في مصر ان جيش السلطان سليم سادد عين الشمس. تفتكر عشان كده كنت معينك قائد يا امير غزالي؟ ما هو لو عظمتك كنت شفت بعينيك جيش السلطان سليم وسلاحه وعدده كنت ايه؟ كنت فكرت كتير قبل ما تجابه معركة نتيجتها الموت مثلا. ده حقيقي. يبقى أشرف من إنك تدي ظهرك لعدوك وتنسحب من غير نظام وتخلي عساكر يشيعوا الرعب في البلد. جيش السلطان سليم قوي ومش ممكن حد يسلم منه. ومع ذلك سلمت انت يا أمير غزالي. على كل حال مش وقت عتاب، العتاب بعدين. يا عم ما بدهاش، قوم اقفل بيبانها وتوكل. اقفل بيبانها دي تبقى خيبة بالويبة، بعيد عن السمعين. بقول نتوكل قبل ما نتوكل. انت فاهم يعني ايه معنى التوكل؟ منك نستفيد يا سيدنا. التوكل معناه نأخذ بالأسباب ونستعد ونعتمد على الله وتقوم بدورك. انتوا مش سامعين اللي راجعين بيقولوا ايه؟ لو كان زي ما بيقولوا كانوا المية بقوا 50 ولا 60 ولا 90 حتى، انما دول خرجوا مع الغزالي كذا ألف راجعوا زي ما هم. اللي ما نقص واحد. قال ايه؟ جيش يسد عين الشمس اللي هتنسد عيونهم البعدة. على كل حال يا خبر بفلوس، بكرة يبقى بس اهو وصل اللي هيحكي لنا على كل حاجة. ده أركم. مين اللي معاه دي؟ يمكن اتجوز. خليك انت كده، مفيش وراك شغلانة الا الكلام اللي ينقض بعيد عنك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعال تعال اقعد كده واستهدى بالله واحكي لنا الحكاية من اولها لاخرها. يعني الكلام اللي سمعناه مظبوط؟ للأسف يا حمدان، والشر محاوطنا من كل ناحية، والشركس ولا هم هنا. صدقني الشركس أمرهم معروف، يقبضوا يحاربوا، ما يقبضوش ما يحاربوش.
لكن اللي مش قادر افهمه لغايه دلوقتي حكايتنا احنا. تقدر تقول لي احنا مستنيين ايه؟ عندك حق، البلد بلدنا احنا، والعدو مش جاي يهاجم الشركس، ده جاي يهاجمنا ويهاجم بلدنا. والعمل مفيش الا ان قابل السلطان طومان ومعايا مجموعه من الاعيان ورجال الازهر، ونشجعه على انه يكون كتايب من المصريين يقوم يبقى قلبهم على البلد ويفدوها بدمهم. وادي الحكايه من بدايتها لنهايتها. لا، النهايه لسه، النهايه بمشيئه الرحمن. السلطان طومان ينتصر ويهزم الاعادي. من بقك لباب السماء. ربنا حبيبتي يسمع منك ويريح قلبك. انت عاوزه ربنا يريح قلبها ويريح قلبي، وادعيلك دعوه فيها الخير يا ست جليله. ادعي لها، دي بنت حلال وبتحبك يا ارقم. بس انا ليا طلب صغير. عينيا الاثنين. يعني ممكن بعد اذنك يعني الست نور كلدي تقعد عندك في البيت، يعني تقعديها على السطوح ولا تحت بين السلم لغايه ما ربنا يفرجها. ربنا يسامحك يا عم ارقم. بقى كده برضو ليه؟ تكونش فاكرني قللت القصر؟ ابدا ابدا يا ست جليل، ربنا يعلم. انا عارف قد ايه انك بنت اصول. يبقى خلاص سيبها انت ومالكش دعوه بيها، هي في عينيا الاثنين. ربنا يكرمك يا بنتي وينولك مقصودك، بس على شرط. اموري ما دام بتقول انها من ريحه الحبايب يبقى لازم تيجي تشقر عليها كل ساعه والتانيه. يلا بينا يا ست نور كالدي. على فين؟ انا تحت امرك في ايها خدمه. ربنا يجازيكم بكل خير ويكبر بخاطركم. وسع كله، يوسع وسع كله يوسع. يا ترى في ايه يا عدوي؟ بامر مولانا السلطان طومان تخرج الجيوش للميدان. وسع كله يوسع، وكل واحد يفضل في مكانه في مصنعه او دكانه. يعني نقعد احنا وهم يحاربوا؟ ومين اللي قال لك يا جابر ان اللي يقلب في اكل عيشه يبقى قاعد؟ قولي له يا بتعه الايد البطاله مالها؟ ما هو عارف. وامتى هيتجمعوا حوالين السلطان طومان؟ ربنا يحفظه وينصره على كل اعاديه. انت مالك انت يا وليا؟ قصر احسن قسما اخليك تلحقه. يلحق مين يا ارقم؟ انا قلت ايه؟ يلحق مين؟ قولي يلحق مين؟ دي حاجه تجنن يا عم. حل عنينا خلينا نشوف شغلنا. وسع كله يوسع بامر مولانا السلطان طومان. ربنا ينصره. شوفي بقى ست جليل، تاخدي نور كلدي في ايدك وتروح البيت، وانا هخطف رجلي لغايه القلعه اشوف ايه الحكايه. هاجي معاك رجلي على رجلك. وانت مالك ومال الحاجات؟ مال ازاي ده طومان؟ نور كلدي. طومان السلطان بتاعنا، لازم اشوفه قبل ما يروح الميدان وادعي له. فيك الخير، خديها يا جليله تاكل لها لقمه وتستريح، وبعدين أرقم يبقى ياخدها عشان تشوف السلطان. يعيش مولانا السلطان طومان باي. يعيش مولانا السلطان طومان باي. يعيش مولانا السلطان. كفاية هتاف عشان ندخل طاقتنا كلها للمعركة، وأرجوكم تسمعوني. احنا اتهزمنا المرتين اللي فاتوا نتيجة خيانة او اهمال جسيم، زي الخيانة بالظبط. لذلك بقول اننا ندخل معركتنا المرة دي واحنا واثقين من النصر على العدو. سننتصر بمشيئة الله. كلنا مع السلطان ومستعدين لحماية بلدنا. السلطان بيكم وانتوا بالسلطان، وطول ما ايدينا في ايدين بعض
لابد ننتصر إن شاء الله. ودلوقتي نتوكل على الله ونقابل جيش العدو اللي قرب من بلبيس ومش بعيد، نلاقيه قرب قوي مننا هنا في القلعة. أو سافر الميدان من غير ما أشوفك، وكل ده بسببك أنت. ما كنتش عارف إنهم هيسافروا على طول كده. ابني ابني، كنت عايزة. اصبري اصبري وإن شاء الله هتشوفيه وهو راجع منصور. أنت ناسي هو مين؟ ده ابني، ده ابنك ابنك، وأنت عارفاه عارفاه كويس. ما هو يبقى صاحبي صاحبي زي ما قلتلك. ما هو برضو وانت برضو خليتيني اتأكدت من معرفته، وبعد ما كان صاحبي بقى صاحبي اكتر. وعشان كده شفته وسبتني. اوعدك اوعدك يا نور كلبي ان قلبي مش هيستريح لما تشوفيه. لازم تشوفيه. بس انا بقى مش هشوفه لوحدي، هبقى اخدك معايا عشان نشوفه سوا. يا ريت يا ريت يا نور كلبي. كل ما اجي الاقيك عمال تقول يا ريت يا ريت. ايه بس؟ يا ريت ربنا يسمع دعانا ليك يا ست جليله. وبتدعوا لي بايه بقى؟ بمولود يسعدك ويسعد قلبك، بس ما تسيبهوش من ايدك، خليك دايما مثبته فيه وحاطه عينك عليه ودايما شايفاه. كل شيء اسمه ونصيب، والمكتوب على الجبين لازم تشوفه العين. بتعرف تقرا الجبين يا ارقم؟ لا، الرمل الرمل بس هو الحاجه الوحيده اللي عارف اقراها. والرمل قال لك ايه؟ هشوفه. انا وعدتك. خلاص اهو وعدك. صدقيني ده راجل مبروك، واللي بيشوفه بيحصل. يعني هشوف طمان. هنشوفه. تصدقي بايه؟ ان انا شايفه دلوقتي. ادي المدافع منصوبه شمال ويمين. حاجه عظيمه. المهم فكرة الحائط دي جت كويسة؟ فعلا، خصوصا انها بتستر المدافع والمكاحل. ودلوقتي هاخد قبرك ونفتش على العساكر. دافع ومكاحل وفرسان وعساكر، يعني ايه ينتصر؟ مش معقول. ده معنى كده اني اروح في داهية. بس ليه؟ ما انا قائد معاها اهو. وافرض ما تنساش يا غزالي انه لو انتصر هيفتح لك الصفحة القديمة. يعني وانتهينا والعمل. ها؟ معقول؟ ده معقول ونص. وخطتهم وأسرار دفاعهم هنا. عظمتك وريها لنا. مين اللي بعتها؟ قول لهم مين يا شهاب. هيكون مين غير الأمير الغزالي؟ وده أكبر دليل زي ما انتوا شايفين على إن عظمة السلطان بيعرف يختار. المهم الخطة هنا هتشوفوها وهتعرفوا أسرار دفاع عدونا. ومبدئيا بقول إنكم تطوقوا جيش طمان وتعطلوا المكاحل والمدافع اللي هو نصبها. والله وحانت نهايتك يا طمان. وقبل ما انسى، كفؤ المملوك اللي وصل لنا رسالة الأمير الغزالي. أقسم لك يا مولاي
ان دي هتكون اخر معركة لطمان. يعلم الله قد ايه كنت حزين وانا بدعي للسلطان سليم في خطبة الجمعة. السلطان سليم خان ابن بايزيد العثماني. قال ايه؟ ملك البرين والبحرين وكاسر الجيشين وخادم الحرمين. ربي حاسبني، ولو انك هتزعل مني يا عم الشيخ انا ما كنتش بدعي وراك. خيرا فعلت يا حمدان. انا بقى مش بدعيله، انا بدعي عليه. ربنا ياخد اجله. يا خساره يا اولاد، بعد كل اللي عمله السلطان طومان انهزم. دي الخيانه ريحتها شاطت. يعني ما جاش السلطان؟ زمانه جاي، بس اياك ما يكونوش مسكوه. لا ما تقوليش كده، ما يكونش هو اللي جاي هناك ده وحواليه الزيطه دي. طولي بالك دلوقتي نشوف. يضربهم ليه؟ دول حسابه السلطان سليم بيضربوا الناس. ابعد عن الشباك لا يكسروا علينا الابواب. ايوه خليكم بعيد عن الشباك احسن. انت جيت قولي ايه اللي جرى. حاضر حاضر، حلفتك يا ست جليله تحضري لي لقمه كلها احسن من طلعه النهار ما كلتش. على عيني يا عم ارقم. قولي ايه اللي جرى لطمان؟ انهزم ليه؟ وعملوا في ايه؟ تبقى عرفتي. عرفت من اللي شايفاه على وشوش الناس من الصبحيه لغايه الوقت، وفهمت من عساكر السلطان سليم اللي مالين البلد. ده صحيح. وطمان بخير، ما تخافيش عليه. جرى؟ لا. مات بضربة سيف ولا بندقية؟ لا لا لا. يبقوا أسروه؟ ولادة ولادة، طمان حر وبخير. يبقى سلم نفسه العدو، يبقى نزل بعد ما كانت نفسه كبيرة وعالية، رضي بالهوان واشترى حياته بحريته وبلده. خانوا وباع رجالته. اسكتي اسكتي اسكتي، انت مش ام طمان؟ لو كنت امه ما كنتش قلت الكلام ده. كنت عرفتيه زي ما انا عارفه، كنت عرفت انه راجل حر وابن حر وما يرضاش بالذل ابدا. يبقى لسه محصور في قلعه بيدافع عن البلد كده، يبقى كويس. يا ست قلت لك لا، دي ولادي. طمان بيستعد المعركة تاني. شفته؟ أيوة. بعنيك دول؟ شفته بعنايا وكلمته بلسان. بتقول كلمته؟ أيوة. وقلت له أمك نفسها تشوفك قبل ما تموت.